إن في جنة الإله نعيما وسرورا جما وظلا ظليلا وعطاء لا ينتهي بنفاد. طاب ليلا وبكرا واصيلا والتحايا فيها جميل سلام وبها مقعد لصدق المقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله من عباده المتقين الممتثلين للأوامر المبتعدين عن الزواجر حتى نفوز بجنات النعيم ونكون في عداد المقربين من المتقين يا رب العالمين. هذه الحلقة من الحلقات المباركة في دروب السلام إلى دار السلام. التقوى، التقوى لها شأن عظيم، علق الله سبحانه وتعالى عليها دخول الجنة والحلول في دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جعل الله سبحانه وتعالى للمتقين جنات النعيم وعدهم بها، وهو سبحانه وتعالى يبشرهم بهذه الجنة والانتقاد إليها وحلولها قبل أن يرحلوا من الدنيا. التقوى هي امتثال الأمر واجتناب الزجر، وهي سمة وصفة للأولياء رضي الله تعالى عنهم الذين والاهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم بهذه الموالاة. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرهم الله سبحانه وتعالى بالبشارات العظيمة في الدنيا، وأعطاهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة ما لا يخطر لهم على بال. التقوى هي امتثال الأمر واجتناب الزجر، فكلما أمره يمتثل وما نهى عن فعله يجتنب، فكان محبوبا وصار محبوبا لخالق البشر، له به سمع وبطش وبصر. التقوى سمة المؤمنين المسلمين الصالحين الممتثلين لأمر رب العالمين والمتبعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى، ذكر التقوى بعدما أمرنا بأن نتزوج في الدنيا، بيّن لنا سبحانه وتعالى أن التقوى هي خير زاد، فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي الزاد الذي لا ينفد ولا ينتهي، وهو الذي ينفع في الدنيا والآخرة، ويكون المتقي في بحبوحة من نعماء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل التقوى ميزان يوزن به أعمال الناس، فإذا كانت هذه الأعمال صالحة وإذا كان أصحابها يتنبون ما حرم عليهم فهم الذين قد رجحت أعمالهم وفازوا في الدنيا وفي الآخرة. والتقوى سبيل إلى تحصيل علوم من الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمكم الله ما يفيدكم ويعلمكم ما ينفعكم في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى قد بشر المتقين في الدنيا بأنهم إذا حضرتهم الوفاة يكون الله سبحانه وتعالى قد أرسل لهم من يبشرهم بالمعال الحسن ويطمنهم على أولادهم ويطمنهم على أموالهم بأنها لا يأتي إليها ما يمكن أن يكون مزعجا لهذا المحتضر الذي سيفارق الدنيا. الله أنبأنا بذلك حين قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وانظر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه لمن؟ للذين قالوا ربنا الله، أي آمنوا بالله وآمنوا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقاموا، أي كانوا متقين لله سبحانه وتعالى، استقاموا على درب السلام، على درب التقوى. تتنزل عليهم الملائكة وقت الاحتضار فتبشرهم وتطمنهم. هذه التقوى تكون حاجزا بين الإنسان وبين ما يكون مبعدا له عن الله سبحانه وتعالى. الله أمرنا بأن نتزود بهذه التقوى، وقال عز وجل بعد أن ذكر لنا أن اللباس زينة للناس وأنه يكون لهم جمال، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لباس التقوى ذلك خير، فمن كان له لباس من التقوى فهو اللباس الضافي وهو اللباس الكافي وهو اللباس الذي يكون به الجمال. التقوى ينبغي للإنسان أن يكون متصفا بها وأن يكون دائما حالا في منزلتها ولا يرحل عنها، ولباس التقوى ذلك خير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين جنات النعيم، فقال إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى ولنعم دار المتقين. أثنى الله سبحانه وتعالى على ما يكون لهم من مآل وما يكون لهم من منازل يحلون فيها. وثناء الله سبحانه وتعالى إنما يكون على شيء فوق التصور، فوق ما يكون في الخيال. قال ولنعم دار المتقين. دار المتقين ما هي؟ هي الجنة. دار السلام ما هي؟ هي الجنة. الله سبحانه وتعالى وصف عباده الصالحين بأنهم يكون لهم نزول، قال جنات عدن يدخلونها وحدهم لا، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. العبد الصالح ينزل في الجنة ويكون حوله حتى يكون له تمام النعمة أبناء آباؤه وأزواجه وذريته. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن العبد الصالح ينزل في الجنة فيفرح ويبتهج بذلك، لا شك في ذلك. ثم ينظر فلا يرى أبناءه ولا أعقابه، فيقول للملائكة أين أولادي؟ فتقول له الملائكة إنهم لم يعملوا مثل عملك ولكنهم كانوا صالحين لا شك، فهم في ربض الجنة. فينادي عملت لي ولأولادي، فإذا النداء من قبل الله ارفعوا أولاده إلى درجته ولا تنقصوه من درجته شيئا. هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى حتى تتم النعمة لهذا العبد المكرم الذي كان متقيا في الدنيا. فالتقوى أساس، والتقوى مهمة لما أراد أن يحل في درجات الجنة أن يكون من عباد الله الصالحين. مثل الجنة التي وعد المتقون، الله يمثلها هذه الجنة التي وعد بها المتقين، يمثلها بقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من ماء لا يتغير، أنهار من ماء عذب، أنهار من ماء رائحته جميلة ليس فيه رائحة يكرهها الناس كما يحل يكون للمياه الراكدة أو المياه التي مر عليها زمن فتتغير بتغير الأزمان، لا، ماء الجنة غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، كذلك من لبن الذي يكون فيه المتعة بشربه والعافية في البدن بشربه ويكون للإنسان به تمتع. الجنة ليس عنده كاسات وليس عنده آنية من هذه، لا، عنده أنهار عظيمة وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر كما أخبر المولى سبحانه وتعالى. كل ذلك
نعمة من الله عز وجل لعباده المتقين، لأنهم أفنوا أوقاتهم، لأنهم أسروا لياليهم، لأنهم أضاءوا نهارهم من خشية الله سبحانه وتعالى وتقوى من الله عز وجل. تراهم في النهار صائمين، وتراهم في الليل قائمين، يعبدون ربهم سبحانه وتعالى ويتقربون إليه عز وجل بصنوف الطاعات التي تجعلهم متصفين بهذه الصفة التي هي صفة التقوى. صفة التقوى في هذه الدنيا تجعل الإنسان يميز بين الباطل وبين الحق، فلا يكون له ابتعاد عن الحق، بل يكون دائما مع الحق، يكون له فرقان من الله سبحانه وتعالى يفرق به بين الحق والباطل، يعطيه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم، واتقوا الله يعلمكم الله، يعطيه الله سبحانه وتعالى الوعد الصادق بحلول دار النعيم إذا كان من المتقين. والتقوى هذه يكون الإنسان بها ممن جعله الله سبحانه وتعالى في مقام المراقبة له عز وجل، فكلما طاوعته النفس البشرية وكلما سول له الشيطان بأمر يقويه أو يغريه بالتنكب عن هذا الطريق القويم طريق التقوى، يكون قد تذكر أن الله سبحانه وتعالى قد ألزمه بهذا الطريق ولزوم هذا الطريق، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل له فرقان يميز به بين دعوة الحق ودعوة الباطل. الشيطان يدعو إلى الباطل لأنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فنحذر منه، والإنسان يكون حذرا من عدوه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لك فرقان تفرق بين دعوة الشيطان ودعوة الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يكون منك استجابة لهذا اللعين، إنما يكون لك ثبوت وحلول في هذا الطريق الذي حللت فيه، وهو يؤدي بك إلى جنات النعيم، إلى جنات عرضها السماوات والأرض أعد الله أعدها الله وجعلك تشتاق إليها وتحن إليها وتعمل الصالحات من أجلها حتى يحلك الله ويجازيك الجزاء الأوفى في الدار الأخرى. التقوى تجعل الناس يراقبون الله سبحانه وتعالى في أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم، فلا يكون منهم تقصير في طاعة من الطاعات، بل يكون منهم محافظة عليها في جميع الأوقات، تجعلهم يبتعدون كل الاتباع عن المعاصي والمخالفات وعما يسخط الله سبحانه وتعالى، تجعلهم دائما في حال شهود لما يكون للإنسان في مقام إحسان من أنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من على المتقين بهذه النعمة العظيمة، وهي مقام المراقبة، مراقب الشهود، مقام يشهدون أن الله سبحانه وتعالى يراهم، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان الإنسان في هذه المنزلة أحله الله عز وجل، في هذه المكانة فليثبت عليها وليبقى حالا فيها ولا يتنكب عنها، ويسود في درب السلام، درب المتقين الصالحين الهادين المهتدين، ونعم طريقهم ونعم سيرهم ونعم الدار التي يحلون فيها، ولنعم دار المتقين. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، وأزلفت المتقين الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد، وعدهم سبحانه وتعالى بالجنة الموعودة التي يكون فيها وإليها المآل وإليها المصير، وفيها الحلول فيها النزول، وهي التي لا يتحول نعيمها ولا يزول. نسأل الله الكريم أن يحلنا فيها وأن يجعلنا جميعا من أهل جنة النعيم،
وأن يستطيع النظر إلى وجهه الكريم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أعطنا ما طلبنا وما أمنا وما رجونا وما سألنا منك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن في جنة الإله نعيما وسرورا جما وظلا ظليلا وعطاء لا ينتهي بنفاد، طاب ليلا وبكرا واصيلا. والتحايا فيها جميل سلام، وبها مقعد لصدق المقيلا.